السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبة المؤمن للموت، هو المؤمن ممكن يحب الموت؟ آه، المؤمن يحب الموت لأنه يحب لقاء الله عز وجل. شوف في الحديث عند الإمام البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: إنا نكره الموت. ما هو لقاء الله اللي هو الموت. سيدة عائشة بتقول بالفطرة كده، كلنا بنخاف من الموت، إنا نكره الموت. قال يا عائشة: ليس الأمر كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت وبشر برضوان الله وبكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. المؤمن لما يبشر بالموت حينما يموت، أو قبل الموت حينما يبشر بالموت، فهو يحب لقاء الله عز وجل، لأنه رأى بشريات الله عز وجل له قبل أن يموت. إذا رأى مكانه من الجنة وموضعه من الجنة يحب لقاء الله عز وجل. شوف الآية تقول لك آية غاية في الروعة وفي الجمال. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آية غاية في الروعة وفي الجمال، محتاج أنك تفكر فيها كتير. اعرضها على قلبك، اعرضها على عقلك، على قلبك. يقول لك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أهل الصلاة، أهل التوحيد، أهل طاعة الله عز وجل، تتنزل عليهم الملائكة. تنزل إمتى الملائكة؟ رجح الإمام ابن كثير أنها تنزل قبل الموت، يعني لسه العبد على فراش الموت، لسه ما بين أهله وما بين أحبابه، ثم تنزل عليه الملائكة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أنت خايف من الموت، ثم تيجي الملائكة قبل أن تموت تبشرك وتقول لك: ما تخافش ولا تحزن. ما خافش من إيه وما احزنش على إيه؟ ما تخافش مما هو آت، اللي جاي أفضل إن شاء الله واللي جاي أحلى. لا تخاف من لقاء الله عز وجل، ولا تحزن على ما هو فات، مهما كان عندك من أملاك وثروات، مهما كنت تملك في الدنيا، مهما كنت سعيد في الدنيا، لا تحزن على شيء في الدنيا، لأنها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هزيد لك الأمر وضوح مباشرة. شوف حديث البراء بن عازب، الحديث ورد عند الإمام أحمد والإمام أبي داود وعند غيرهم. الحديث طويل، يقول لك إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر. ده هو لسه في الدنيا، لسه ما بين أولاده وأحبابه، لكنه مقبل على الموت، يفاجأ يبص إليه الملائكة جت التفت حواليه، لسه ما ماتش. والدليل على كده إيه؟ تتمة الحديث يقول لك: ثم يجيء ملك الموت. اللي جاي يقول إيه؟ أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب غير غضبان. يبقى لسه العبد في الدنيا، الملائكة تلتف حواليه. لما أنت تشوف الملائكة حواليك وأنت مقبل على الموت وتقول لك: ما تخافش ولا تحزن على اللي فات، يوم أنت تطمئن وتلقى الله عز وجل وأنت تحب لقاء الله عز وجل. شفت بقى، ممكن المؤمن يحب الموت بس بشرط. بص الأول الآية: ألا تخافوا ولا تحزنوا. أول الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أنت محتاج توحيد واستقامة. توحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة، واستقامة على منهج الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الطاعات وترك المنكرات. بس لو حاجة حلال تعملها، لو حاجة حرام ابعد عنها، ولو وقعت في الحرام توب إلى الله عز وجل، ولو وقعت في الحرام مرة تانية توب إلى الله عز وجل، والله عز وجل لا يمل حتى تمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.